مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، ومن مركز أخبار تلفزيون قطر نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، وفيها بعد قليل منتدى الأمن العالمي 2019 في الدوحة تجسيد لإسهام قطر الفاعل في التصدي للتحديات الأمنية العالمية. معكم نيفين محمد، وألقاكم بعد تقرير حول آخر الأخبار الإقليمية والدولية، فكونوا معنا. اقتحامات جديدة لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، بينما تواغلت آليات الاحتلال لمسافة محدودة شرق مدينة غزة بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. احتدام المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية في بلدة رأس العين الحدودية بعد أسبوع من بدء عملية نبع السلام، فيما أعلنت روسيا أن القوات السورية سيطرت بشكل كامل على منبج ومحيطها. في الأثناء تواترت أنباء عن اجتماع مغلق مرتقب في مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء. الرئيس التركي يؤكد أن عملية نبع السلام التي تخوضها أنقرة والتي دخلت يومها السابع لن تتوقف حتى تتحقق كافة أهدافها. أردوغان تعهد أيضا بعدم السماح لأي من مقاتلي تنظيم الدولة بالفرار من شمال شرق سوريا. بعثات الأمم المتحدة في ليبيا تدين بأشد العبارات الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل ثلاث شقيقات صغيرات وإصابة أفراد أسرتهن عقب غارة جوية استهدفت منطقة مأهولة بالمدنيين في العاصمة طرابلس. البعثة دعت إلى ملاحقة المسؤولين عن العنف. لبنان يطلب مساعدة أوروبية للسيطرة على الحرائق التي تجتاح منذ أمس الاثنين مساحات واسعة من غابات البلاد. الحرائق التي لم تعرف أسبابها بعد أودت بحياة شخص وأصابت العشرات. إلغاء 45 رحلة في مطار برشلونة الدولي الذي تعرض لأضرار طفيفة بعد اشتباكات بين محتجين مؤيدين لانفصال إقليم كاتالونيا والشرطة. الاحتجاجات اشتعلت عقب الحكم على 9 من زعماء الحركة الانفصالية بالسجن. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار هاجبيس في اليابان إلى 68 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أكثر من 10 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. الإعصار تسبب في فيضان نحو 200 نهر وانزلاقات ترابية كبيرة. ما بين ساعة وأخرى تتلون الأسهم على الشاشات، وبين الحلال والحرام تتنوع البيوع والمعاملات، مال وأعمال واستثمار واقتصاد، وقفات شرعية ونشاطات اقتصادية، ولكن بعين إسلامية. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم وتابعوا كل جديد من تلفزيون قطر أينما كنتم عبر حساباتنا الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل سعادة وزيرة العلاقات والتعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح منتدى الأمن العالمي 2019 في دورته الثانية. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يستقبل سعادة المدير العام للأمن الوطني التونسي وسعادة وزيرة العلاقات والتعاون الدولي الجنوب إفريقي وسعادة وزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري. We believe it's very important that the international community address this issue. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدعو من منتدى الأمن العالمي المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية. وفي الرياضة، منتخبنا الوطني يلتقي شقيقه العماني في هذه الأثناء ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري سعادة الدكتورة غريس ناليدي باندور وزيرة العلاقات والتعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا والوفد المرافق لها، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتها للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين. افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منتدى الأمن العالمي 2019 في دورته الثانية، والتي تعقد حول التحديات الأمنية التي يفرضها تداول المعلومات المضللة في وقتنا الحاضر، وذلك بفندق سينت ريجس. وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف المنتدى المشاركين. هذا وقد أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال جلسات منتدى الأمن العالمي أن دولة قطر عززت من قدراتها من أجل التعامل مع أي معلومات زائفة في الفضاء السيبراني. In Qatar, we have built our capacity to face any disinformation campaign, but with the emerging technologies, you cannot keep up with this. So we need, I think, to identify a global platform in order to make sure that the people who are either in charge of the media or even the normal people who have now the access to the social media will practice their job in a more responsible manner, that they will know that they will be held accountable if there is anything going to be as a consequences for the countries or for the people. وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن أساس الأزمة الخارجية كان هجوما سيبرانيا، داعيا المجتمع إلى التعامل بجدية مع هذه الظاهرة. We have witnessed this in Qatar. The basis of the entire crisis was based on a cyber attack that purposely was done for disinformation, for creating a smoke screen behind all these aggressive policies against Qatar. And then the entire crisis being built up from there. When they started this with using the smear campaign before the blockade, and then throughout the process and post their declaration for the blockade. We believe it's very important that the international community address this issue, because until now, you cannot hold the people who are handling those disinformation campaigns accountable for the crimes they have committed. وقد انتظمت في الفترة المسائية من منتدى الأمن العالمي عدة جلسات حوارية تناولت استخدام الأخبار الكاذبة في الصراعات السياسية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها وكيفية محاربتها.
من يسعى إلى السيطرة على المعلومة، هكذا علقت سعادة السيدة لولوا بنت راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في مستهل حديثها عما يجري في المنطقة من صراع بين الذين يريدون فرض سيطرتهم على الخطاب الإعلامي ومن يسعى إلى الحقيقة. استخدام الأخبار الزائفة في المعتركات السياسية والجيوستراتيجية ليس بجديد، ولكنه أخذ أبعادا أكبر مع تطور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. بداية يجب على المجتمع المدني أن يعمل لإيجاد حلول ناجعة للأخبار الزائفة. الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا يجب أن تلعب دورا في كشف الجهات التي تبث هذه الأخبار، ويجب أن تكون هناك حلول على المستوى القانوني. معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة يعمل على تطوير أداة إلكترونية تسمح لمستخدمي الإنترنت بالتأكد من صحة الأخبار التي تصلهم. نقوم بتطوير برنامج اسمه تنبيه، وهو منصة تجمع الأخبار للقراء وتعطيهم المعلومات عن مدى دقة وحيادية ما يقرؤونه، وهذا يسمح لهم بتطوير قدراتهم النقدية والتي تفيدهم في التعرف على الأخبار الزائفة. تستمر فعالية منتدى الأمن العالمي غدا، بداية بنقاشات مع شخصيات بارزة وورش أعمال وعروض عن الإرهاب والأخبار الكاذبة. وكانت الجلسة الافتتاحية الصباحية قد شهدت عدة جلسات نقاشية مفتوحة تناولت الدفاع ضد التضليل وقرصنة الحملات الانتخابية في العصر الرقمي واستخدام المعلومات كسلاح في الحروب. في عالم تتزارع فيه وتيرة ضخ المعلومات المضللة، بات من الضروري مواجهة التداعيات الخطيرة لهذا التوجه. لذا جاء منتدى الأمن العالمي في نسخته الثانية ليناقش التحديات الأمنية التي يفرضها تداول المعلومات المضللة عبر منصة جامعة للخبراء والباحثين في هذا المجال. طبعا هذا المؤتمر يمثل أهمية بالغة بالنسبة لقطر، خاصة في إطار الدورة القطرية الهام في بناء الأمن الإقليمي والحديث عن الأخبار المفبركة والحديث عن تبادل المعلومات الغير دقيقة والحملات المضللة. كل ذلك مهم بشكل خاص بالنسبة لقطر فيما يتعلق بالحملة المضللة التي تعرضت لها قطر على المستوى العالمي في نشر معلومات خاطئة عن الدور القطري الإيجابي. تبني منهجية دولية ومجتمعية شاملة هو ما يسعى إليه المشاركون بهدف مواجهة التداعيات العالمية للمعلومات المضللة، سواء الحملات المنظمة التي تؤثر على الانتخابات أو تلك التي تساهم في صنع سياسات معينة والتأثير على الرأي العام عبر تقديم معلومات مغلوطة. ما نسعى إليه هو التأكيد على خطر المعلومات المضللة وأن تمتلك الأمم الأدوات الأساسية للتعامل مع هذا الموضوع حتى تكون الدول آمنة وتواصل التقدم. فأمن جميع الدول مهدد حين تنتشر المعلومات المضللة وخاصة التي تغير الحقائق. يجتمع هنا مختصون من أكثر من 50 دولة لمناقشة التحديات العالمية لما تسببه المعلومات المضللة، حيث يتواجد كبار المسؤولين وممثل الحكومات وخبراء وأكاديميون لنقاش تأثير التكنولوجيا على الحقائق والمعلومات. نأمل أن يخرج بنموذج لمكافحة تضليل المعلومات. منتدى الأمن العالمي فرصة لبدء حوار بناء ومبتكر واقتراح الحلول للتعامل مع هذا التهديد في بيئة تضم مختلف الجهات المعنية. استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة السيد رشاد بالطيب المدير العام للأمن الوطني بالجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في منتدى الأمن العالمي المنعقد بالدوحة حاليا. وفي بداية المقابلة هنأ معاليه السيد رشاد بالطيب على نجاح الانتخابات التونسية متمنيا لتونس التقدم والازدهار. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واستقبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة الدكتورة غريس ناليدي باندور وزيرة العلاقات والتعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا
والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. كما استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة السيد كيشان موغان وزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، لا سيما في المجال الأمني، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد فعاليات الجزء الخاص بإحياء الذكرى السنوية 30% للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 41% للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له، وذلك بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد المحمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. حضور لافت لدولة قطر في المنتديات العالمية يعكس رغبة الدولة في التفاعل الكامل مع منصات العمل العالمية المشترك. من هنا جاءت المشاركة المكثفة والفاعلة لسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد المحمود رئيس مجلس الشورى، الذي ترأس وفد دولة قطر في أعمال جلسات الجمعية العامة 41% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد تحت عنوان تعزيز التعاون الدولي، الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي، والتي تناقش تعزيز القانون الدولي والأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي. وشارك سعادة رئيس مجلس الشورى في أعمال اجتماع الدورة رقم 205 للمجلس الحاكم، والتي ناقشت عددا من القضايا ومنها المقترحات بشأن انتخاب رئيس الجمعية 41%. كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الخليجية المصاحب لأعمال اجتماعات الجمعية العامة 41% للاتحاد البرلماني الدولي. وترأس سعادته وفد دولة قطر في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المصاحب لأعمال اجتماعات الجمعية العامة. كما ترأس سعادة رئيس مجلس الشورى وفد دولة قطر في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية، واجتمع سعادته مع سعادة رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باراغواي ورئيس المجموعة البرلمانية لأمريكا اللاتينية والكاريبي وسعادة رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية زيمبابوي ورئيس المجموعة البرلمانية الإفريقية، واجتمع سعادته مع سعادة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري وسعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي. والتقى سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة رئيس مجلس الشورى الإسلامية الإيراني، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية وسبل دعمها وتعزيزها. اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع سعادة الدكتورة غريس ناليدي باندور وزيرة العلاقات والتعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا التي تزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. دولة قطر تؤكد التزامها بالشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. في مرحلة بناء النموذج، هل المشروع قابل للإنجاز أو غير قابل؟ صعوبات تقنية. احترق. الحين وصلنا لمرحلة جدا صعبة الصراحة. وساعات عمل طويلة. ولو حصل خطأ صغير يعني ممكن يفشل المشروع كله. أريد أبقى بالبرنامج، أريد أكمل. نجوم العلوم، طاقة شابة للإبداع العربي.
أهلا بكم من جديد. وبرعاية سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. الاجتماع تستضيفه وتنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويبحث المشاركون في الاجتماع دور الدول الأطراف في المنظمة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية التحقق من الاتفاقية. هذا الاجتماع السادس اللي ينظم عندنا في دولة قطر، طبعا هو من بدأ الاجتماع إلى الآن هو في دولة قطر. الاجتماع يتعلق بجمع جهتين مهمات جدا تتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اللي هي جهة المعنية بالرقابة والجهة أيضا المستخدمة خلنا نقول للصناعات الكيميائية. فيجلسون يناقشون كل المشاكل اللي بينهم، الصعوبات، طريقة التنسيق، الاستفادة من خبرات بعض. فهذا هو الهدف من هذا الاجتماع، الهدف الرئيسي. اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي الانعامي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد كيشان موغان وزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة. وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه تعزيز علاقات التعاون في المجالات القانونية وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. أكدت دولة قطر أن إحراز تقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المرحلة القادمة يتطلب تعزيز الشراكة العالمية. وجدد السيد تميم خالد المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان الدولة الذي ألقاه أمام اللجنة الثانية المعنية بالتنمية المستدامة، جدد التزام قطر الدائم بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. كما لفت إلى أن رؤية قطر الوطنية حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسة ووضعت التنمية في صلب أولوياتها. أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول. وشدد السيد طلال بن راشد آل خليفة نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في المناقشة العامة حول نزع السلاح والأمن الدولي في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على أن الإطار المتعدد للأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي. وقال نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحديا معقدا يواجه المجتمع الدولي. أعربت دولة قطر عن إداناتها واستنكارها الشديدين للغارة الجوية التي استهدفت منطقة مأهولة بالمدنيين في العاصمة الليبية طرابلس وأدت إلى مقتل 3 شقيقات صغيرات وإصابة عدد آخر من أفراد أسرتهن. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية وقد يرقى إلى جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لحماية المدنيين وفتح تحقيق عاجل في الحادثة يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وحكومة وشعب ليبيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. والآن إلى الجولة الاقتصادية مع أحمد السعدي. تفضل أحمد. شكرا نبيل، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الاقتصادية. سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي الشهر الماضي وبنسبة 0.6%، فيما انخفض بنحو 0.75% مقارنة بأغسطس السابق. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الشهري أن المؤشر سجل 108.14 نقطة،
وجاء الارتفاع مدفوعا بالزيادة في 6 مجموعات، بينما سجلت 6 مجموعات أخرى انخفاضات متفاوتة. أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعزيز اتفاقية الرمز المشترك مع لاتام البرازيلية بأثر مباشر، حيث ستتيح اتفاقية التعاون الثنائي الجديد الفرصة أمام مسافري الناقلة القطرية لزيارة وجهات جديدة في البرازيل وأمريكا الجنوبية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن تعزيز اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط الجوية القطرية ولاتام البرازيلية سيمهد الطريق لخيارات سفر جديدة ومريحة مع أفضل شركة طيران في العالم وأفضل شركة طيران في أمريكا الجنوبية، وسيتمكن المسافرون مع لاتام من السفر إلى ساو باولو إلى الدوحة ومنها إلى شبكة واسعة من الوجهات حول العالم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال في تقديم معلومات حول حالة الطقس عن طريق اللوحات الإلكترونية المضيئة الخاصة بأشغال في عدد من الشوارع الرئيسية والسريعة بمناطق متفرقة في الدولة. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أنه بموجب هذا التعاون سيتمكن مرسدو الطرق من معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المسجلة ومعدلات الرطوبة والتحذيرات المرتبطة بالطقس باللغتين العربية والإنجليزية حسب النشرات الخاصة التي تصدرها إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني يوميا والتي تم تحديثها ومتابعتها على مدار الساعة. أطلقت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة تابعة لأشغال أطلقت حملة تحت عنوان أعمال فنية لتجميل مدينة الدوحة، وقدمت خلال مؤتمر صحفي عقد بمتحف قطر الوطني خطة لجنة المجسمات والأعمال الفنية للفنيين المحليين وتعريفهم بالمواقع التي تم اختيارها لاستقبال اقتراحاتهم الفنية وأبرز المواقع بمنطقة الدوحة المركزية الذي سيمثل تطويرها أول ثمار التعاون بين أعضاء اللجنة. هناك إن شاء الله مشاريع كثيرة سوف تكون أو سوف ترى النور قريبا في مدينة الدوحة، ومن هذه المشاريع اللي هي الحملة لليوم اللي هي انطلاقها للأعمال الفنية راح تضع في مدينة الدوحة في الدوحة المركزية وبأيادي قطرية وفنانين قطريين. أعلنت غرفة قطر الدولية في قطر عن تنظيم برنامج تدريبي حول مصطلحات التجارة الدولية 2020، وذلك بهدف إطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي. ويشارك البرنامج الذي يعقد في 6 نوفمبر المقبل بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل وبدعم من غرفة قطر، يشارك فيه عدد من المهتمين بالمعاملات التجارية في البيع والشراء ووكلاء الشحن والمستشارين المعتمدين. أعلنت شركة الخليج للمخازن نتائجها للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، حيث حققت صافي ربح بلغ 182 مليون ريال مقابل 166 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 31 درهما مقابل 28 درهما خلال نفس الفترة من عام 2018. كما أعلن البنك التجاري الخليجي عن نتائجه المالية لنفس الفترة، حيث حقق صافي ربح بلغ 497 مليون ريال مقابل 469 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ العائد على السهم 14 درهما مقابل 13 درهما لنفس الفترة من العام الماضي. ارتفع مؤشر بورصة قطر في ختام 3 جلسات الأسبوع بنحو 0.25% ليسجل 10430 نقطة، وسجلت قيم التداول أكثر من 276 مليون ريال فيما زادت أحجام التداول عن 64 مليون سهم. نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع جولة إعلامية شملت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار استكشاف مرافق الواحة والتعرف على البرامج والمنح المخصصة الرامية لتعزيز منظومة البحوث والابتكار.
جولة إعلامية خصصتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعرف عليها عن قرب. فما أن تدخلها حتى تلحظ كيف استطاعت هذه المؤسسة خلال فترة وجيزة أن تصبح مؤسسة مهمة تجمع بين البحوث التطبيقية والأبحاث التقنية والتي صممت بعناية لدعم مساعي دولة قطر الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. تم طرح ما يزيد على 31 منتج في السوق المحلي من قبل الشركات العاملة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. بعض هذه المنتجات يكون لها استخدام مباشر من قبل الناس، والآخر استفادت منه جهات حكومية في الدولة أو جهات خاصة. منتج مسارك يقوم باستخدامه حاليا العديد من الجهات الحكومية في الدولة، مثل هيئة الأشغال العامة، وزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى إدارة المرور وزارة الداخلية. وتضم الواحة أكثر من 55 شركة، من بينها 20 شركة دولية. استثمرت هذه الشركات أكثر من 4 مليارات و300 مليون ريال، وذلك في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار، مستفيدا من ذلك أكثر من 1000 مشاركة. قامت واحة العلوم والتكنولوجيا أول شيء بتوفير الدعم لهذه الشركات، من ناحية توفير مثلا المكاتب، مساعدتهم على تسجيل الشركات بدون أي تكلفة مالية، توفير الإرشاد، توفير خبراء يعملون مع رواد الأعمال لتطوير هذه الحلول. تنتهي من التكنولوجيا اللي احنا سوينا عليها بحوث أول ما بدأنا، الآن تطبق في قطر غاز في مشروع إعادة تدوير استخدام المياه. وطبعا لما المصانع تعيد استخدام المياه، هذا بيخفف الضغط على محطات التحلية الحرارية. هي نجاحات قادت الواحة للاستثمار في أكثر من 100 شركة على المستوى الإقليمي عبر شراكاتها الاستراتيجية مع 500 شركة ناشئة في مجالات الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. بهذا الخبر نختتم هذه الجولة الاقتصادية، وعودة إليك نيفين وبقية النشرة. شكرا أحمد. شكرا لك. حياك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد عرض الأحوال الجوية. تأهل منتخبنا لكرة الطائرة الشاطئية لنهائي منافسات كرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد فوزه على بولندا. أخبار الرياضة، كرم سعادة الشيخ جعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية البطلين معتز برشم وعبد الرحمن صمبا على إنجازيهما في بطولة العالم لألعاب القوة وتحقيقهما لميداليتين غاليتين أسعدتا الجميع في قطر، وحثهما على تقديم المزيد من الجهود في الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020. وقد توج البطل القطري الأولمبي معتز برشم بذهبية مسابقة الوثب العالي في مونديال الدوحة 2019. في
فيما أحرز البطل العالمي عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 متر حواجز في بطولة أم الألعاب. يخوض المنتخب الوطني في هذه الأثناء لقاءه مع شقيقه المنتخب العماني، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخبنا بهدف للا شيء. المباراة تقام على ملعب الجنوب المونديالي ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. تأهل منتخبنا لكرة الطائرة الشاطئية لنهائي منافسات كرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد فوزه على بولندا، وكان أدعم الطائرة قد نجح في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 24-22 ليواصل لاعبوه تقديم أداء قوي وليفوز بالمباراة ويضمن التأهل لنهائي المنافسة. وكان أدعم الطائرة قد تصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على المنتخب الإندونيسي. بفارق نقطة واحدة حقق منتخبنا لكرة السلة فوزا كبيرا على المنتخب السلوفيني ببطولة العالم للألعاب الشاطئية الأولى ليتأهل الأدعم للدور ربع النهائي في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملاعب شاطئ كتارة بنتيجة 16 نقطة مقابل 15 نقطة. الفوز لأدعم كرة السلة يعني وصوله إلى المربع الذهبي في انتظار نتائج بقية الفرق. يلا يا فيصل اعطي الامل من جديد. مشاهدينا، وفي ختام النشرة هذا تذكير باهم العناوين. حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى يستقبل سعادة وزيرة العلاقات والتعاون الدولي بجمهورية جنوب افريقيا. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح منتدى الامن العالمي 2019 في دورته الثانية. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يستقبل سعادة المدير العام للأمن الوطني التونسي وسعادة وزيرة العلاقات والتعاون الدولي الجنوب إفريقي وسعادة وزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري. We believe it's very important that the international community address this issue. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدعو من منتدى الأمن العالمي المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية. وكان في الرياضة، منتخبنا الوطني يلتقي شقيقه العماني في هذه الأثناء ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. مشاهدينا، يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على الموقع الإلكتروني qtv.qa. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.